ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 19 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان 3 اكبر من 2. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32. فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخشي مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنكم؟ اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجل. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الأفلام الأجنبي بالظبط. عارف البطل الأجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. طب بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادره تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح. والله انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عماله تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشي. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه ايه ايه؟ مش الخير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر. ازيك؟ اهلا العمد احمد. اهلا اهلا العمد احمد حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كده، الله يرحمه مؤاخذه ما مات. عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح.
يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عمو فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا يا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. وانت عارف البنت دي اصلا شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. ليه 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 نمشي؟ سلام ابود. مع السلامه عمود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. سرق فلوسه كلها، حب جدك بقى يديله مغرز. قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما دهب يجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحى وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحى. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. اه نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه ده؟ صح. فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني.
هو في حد يقدر يسرقك يا ملك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ اه صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الاول اتفق على عرقي. سامعك، قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 قايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وانا ماجر جيمس بوند. لا، ماجر ضاعي، وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما انا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5,000 جنيه دول معاك يا ملك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4,000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3,000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني، انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي، كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح، فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم تلات بواقي ما فيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي، يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. عربيتي انا؟ متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر.